سؤال اليوم: ما هي أهم رحلة في حياتي؟ أنا تخرجت من كلية الطب في عام 1976 جامعة الأزهر، وذهبت إلى مدينة اسمها أبرستوث أقضي أجازة الصيف هناك، قعدت 3 أشهر ورجعت مرة أخرى علشان أقضي سنة الامتياز في مصر وخلصتها. وفي نوفمبر عام 1977 قررت ان انا ارجع لبريطانيا مرة اخرى علشان اتعلم الطب واخد رسالة الدكتوراه، وده كان حلم الوالدة رحمة الله عليها. فاصعب رحلة واهم رحلة في حياتي هي رحلة نوفمبر عام 1977 التي سافرت فيها وحدي من القاهرة إلى لندن، ثم من لندن إلى أبرستوث. يعني حسيت في الرحلة دي وأنا في الطيارة، يمكن قلت الكلام ده في أكتر من مجال أو أكتر من مكان أو أكتر من لقاء قبل كده، إن أنا بنسلخ أو بنقطع عن بلدي وعن أهلي وعن أخواتي وأقربي وأصدقائي وثقافتي وقيمي المجتمعية إلى آخره إلى آخره، وأنني أذهب في رحلة إلى المجهول في هذا الوقت الصعب. كان عمري ساعتها يعني قرابة 27 عام، وكنت في بيتنا أو في الأصغر من إخواتي، وكنت أيضا المدلل أو الأكثر دلالا من إخواتي على والدي. فكانت أصعب 4 ساعات أنا قضيتهم في طائرة مصر للطيران من القاهرة إلى أن نزلنا في مطار هيثرو في هذا الشهر في هذا العام. حتى إن وأنا في الطيارة زي ما ذكرت قبل كده في أكتر من مجال، إن انتابتني موجة شديدة جدا 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 من البكاء لشعوري بأن هذا ليس سفر مؤقت ولكنه انقطاع عن، وكأنني ليس جزء وكأنني فرع من فروع شجرة عتيدة قوية راسخة انقطع عنها هذا الفرع ليثبت نفسه ويضرب له جذورا في أرض أخرى في مكان آخر لا يعلم عنه شيء، وهو الأرض المجهول. دي كانت أصعب رحلة في حياتي، اللي هي رحلة 4 ساعات ما بين مطار القاهرة الدولي وبين اللي هو مطار هيثرو. بعد ما قضيت حوالي 1 أسبوع أو أكتر في لندن علشان أقدم على أوراق الامتحان، استقليت القطار اللي هو ذاهب إلى مدينة أبرستوث، ودي إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة ويلز. وكنت وأنا بأركب القطار ده أنظر إلى اللافتات لكي أعرف، مش عارف أسماء المدن أسماء القرى أسماء أسماء أسماء، يعني كان اللي بيرتب لي الزيارة في دخولي إلى أبرستوث كان أستاذ مساعد في جامعة أبرستوث اسمه مستر دكتور إيفانز، وكنت كل شوية أبص من الشباك عشان المحطة ما تفوتش عليا، زي ما كنا يعني ايه، يعني زي ما تقول صعيدي في امريكا او فلاح في نيويورك او في لندن الى اخره، الى ان وصلت الى هناك وكان هو مرتب لي اقامه في سكن الجامعه الى ان اكد اقامه اخرى. كان السكن الجامعي طبعا سكن نظيف الى اخره الى اخره، وكنت في الوقت ده بأترخص من ان اكل الطعام واسمي عليه إلا الخنزير والأشياء الأخرى. فدي كانت أصعب 7 أيام لبداية التأقلم من الطائرة إلى أن وصلت إلى مدينة أبرستوث علشان أعمل تدريب في المستشفى العام بتاعها وأستعد لخوض معركة الامتحان المعادلة لكي أحصل على وظيفة في البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.